بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نشكر الجميع على تلبية الدعوة والحضور معنا في هذا اليوم التاريخي، ونحيي كذلك إخواننا الفلسطينيين اللي حضرت معنا الأخ الفلسطينيين، فرحبوا بهم ترحيب كبير. وكذلك أرحبوا بأبونا الأمين الولائي للمنظمة المجاهدين المحترم عم مختار، الرجل الطيب، الرجل الصبور، قلبه الواسع. وكذلك الأستاذ الجامعي اللي شرفنا بحضر معنا بهذه المحاضرة. وكما تعلمون أيها الإخوة والأخوات، المجتمع المدني فهو جزء لا يتجزأ من الدولة الجزائرية. وكما تعلمون كذلك أن المجتمع المدني ميلاد ستنوفوني ولادة جديدة. الله يخلف على السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اللي قرر بالدستور 2020 راه عاد ميلاد جديدة. كي نقول ميلاد جديدة معناه كما الثورة المجاهدين اللي ناضوا ثاروا 1954، مجموعة قليلة من المجاهدين رحمهم الله، مجموعة قليلة من المجاهدين ناضوا قالوا لا للعبودية ولا للاستعمار الفرنسي. وهذه المجموعة القليلة من المجاهدين شيئا فشيئا وتدريجا أصبح هذه المجموعة بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل هذه المجموعة اللي ثارت أو نوفمبر 54، لقد استجاب الشعب الجزائري لهذه المجموعة وبدأ ينخرط مع هذه المجموعة شيئا فشيئا من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. هذا هو المجتمع المدني. احنا رأينا بقى المجتمع المدني نظيف كما قال الجمهورية، المجتمع المدني الذي يدافع الوطن. وشيئا فشيئا إن شاء الله المجتمع المدني سيتقوى بفضل الله وبفضل الرجال المخلصين الذين قرروا على رأس رئيس الجمهورية اللي قرر في الدستور ميلاد المجتمع المدني وأعطاه رخصة شيخ أبيض. المجتمع المدني له صلاحيات، كل الصلاحيات الآن، ولكن ينقصنا الآن تكوين، ينقصنا التكوين والثقافة شيئا فشيئا. وإن شاء الله المجتمع المدني يقوى بفضل الله. والآن كذلك نترحم بهذا الذكرى خالدة عزيزة علينا، والذكرى خالدة الشعب الجزائري. أول نوفمبر 54 لولا المجاهدين والشهداء رحمهم الله الذين قدموا أنفسهم بالنفس والنفس والمال لما نحن هنا مجتمعين في هذه الطاعة المباركة. رحم الله الشهداء الأبرار، رحم الله الشهداء الأبرار. وليكن في علمكم أيها الإخوة والأخوات، الاتحادية الوطنية المجتمع المدني، المكتب الولائي وعلى رأسه المتحدث، المبادرة على مستوى الولاية، قمنا بهذه المبادرة احنا وحدنا، مبادرة وحدنا والجمعيات. قلنا للجمعيات احنا لحد الآن من 2020 مديناش دوره، رانا نخدمه في سبيل الوطن ونخدمه في سبيل الشعب. وقدام قبل الدخول المدرسي قمنا بنظافة الثانويات واللي شهد الجميع، وقمنا بنظافة المدارس. إذن هذا هو المجتمع المدني في أقالينا إن شاء الله، وتصبح في أكثر بفضل الله. إذن جماعة اللي خدموا الوطن ما نستناش أنا يحضوني، الشهداء قدموا أنفسهم بأرواحهم في دار الوطن، أرواحهم ما تدولوا لا فرق ولا عشر دور رحمهم الله. ونجي احنا الآن ننظف ولا حاجة ولا مجتمع مدني يقول لك لا أعطيني ولا ما نجيش، روح تربح إيه مش قاش تجي.
كاين الرجال المخلصين اللي واقفين على هذا الوطن، وكاين النساء المخلصات اللي واقفين على هذا الوطن. إذن في هذا المقام ذكرى أول نوفمبر 54 نترحم جميع الشهداء رحمهم الله، وكذلك المجاهدين أطال الله في عمرهم. وفي هذا اليوم المبارك نثمن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ولنسى الدبلوماسية الجزائرية الحكيمة، الدبلوماسية الجزائرية التي قامت بدور كبير، المصر والأستاذ السيد الأستاذ رمضان عمامرة، وعلى رأسها الأستاذ المحنك والدبلوماسي المحنك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ها هو الآن قام بصلح الفلسطينيين رؤساء قادات الفلسطينية، قام بصلح رؤساء قادات الفلسطينية كما الشعب الفلسطيني. وهذه مبادرة تسجل في تاريخ الجزائر، وتسجل كذلك في شخصية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. إذن أيها الأخوة والأخوات الفلسطينيين، نحن منهم وهم منا، شعب واحد فلسطيني جزائري، شعب واحد ندافع على فلسطين مهما كانت الظروف. إذن نحن الآن إن شاء الله فلسطين عاصمتها القدس الشريف كما قال رئيس الجمهورية. هاي المبادرة اللي قام بها، لأن العدو الإسرائيلي عدو الله وعدو الرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام منذ القدم، لن ترضى عنك النصارى واليهود حتى تتبع ملتهم. وإحنا رانا مع إخواننا الفلسطينيين، لأن ديننا الإسلام يحثنا على تقوية الجبهة الداخلية للأمة العربية. والآن لا أنسى كذلك الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير اللي راه محافظ على البلاد، حفظ الله جيشنا.